طبعا في الفقره دي هنتكلم مع حضراتكم عن رياضه الحقيقه في الفتره الاخيره اتحققت فيها انجازات كتير. هنكلمكم عن منتخب مصر للكاراتيه اللي ليه نجاحات يعني كتيره الفتره الاخيره، ولا سيما طبعا بطوله كاس العالم للكاراتيه التقليدي اللي اقيمت في الفتره الاخيره في اوزبكستان، واللي حققنا فيها 30 ميداليه في كل المراحل العمريه المختلفه. هنتكلم مع حضراتكم عن كل هذه التفاصيل، واكيد مع ضيوفنا اللي منورنا الدكتور محمد فوزي المدير الفني لمنتخب مصر للكاراتيه التقليدي، وكمان منورنا معاذ وليد عوض لاعب منتخب مصر وبطل العالم في الكاراتيه، هو بالمناسبه اول افريقيا وثالث العالم كمان. صباح الفل عليك، منورين الدنيا، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، صباح الهنا وانجازات حلوه وابطال احلى بجد والله عليك. يعني سعداء بيهم جدا، لان السنوات الماضيه يقول مثلا انت عندك كام سنه الاول يا معاذ؟ 15. شوف بقى انت من 15 سنه ما كانش عندنا ابطال زيك في السن الصغير ده ومحققين انجازات ورانكينجز كبيره كده، ففي تطوير كبير حاصل يا دكتور طبعا. وفي حاجه مفرحه جدا بصراحه. خلينا نبدا من هنا، بس هسال حضرتك، هبدا معاك دكتور محمد، انواع الكاراتيه، يعني دلوقتي احنا بنتكلم عن الكاراتيه التقليدي، خلينا نتكلم عن الانواع في البدايه. هو احنا عندنا الكاراتيه هو مدرسه واحده، ولكن احنا عندنا في العالم في اتحاد يمارس الكاراتيه التقليدي واتحاد للكاراتيه الرياضي. الاساس هو كاراتيه التقليدي، لان هو ده من مده كبيره وسموه تقليدي. طبعا احنا دايما بنقول عادات والتقاليد هي الاساس، فهو الاساسي عشان كده سموه بهذا الاسم تراديشنال كاراتي. مؤسسه هو سينسي نيشان، وفي مصر تم انشاء هذا الاتحاد سنه 2011 على قد مؤسسه سينسي ابراهيم المرحومي رحمه الله عليه، وحاليا هو رئيس اتحاد الاستاذ رامي المكاوي، هو رئيس اتحاد المصري والافريقي وعضو مجلس اداره الاتحاد الدولي. فبناء على النوعين بيختلف بس في القانون. اوكي، زي كره القدم وكره اليد كده، هما كره ولكن اختلف في القانون. تمام. طيب معاذ، بسم الله ما شاء الله عليك، يعني عشان السن الصغيره دي تحقق الانجازات المحترمه دي كلها اكيد وراك قصه، عايزينك تلخص لنا القصه دي من اول يوم لعبت فيه الرياضه دي او مارست فيه الرياضه دي. انا كنت اول مره يعني بدات كاراتيه، كنت لسه الرياضه كانت جديده عليا، ما كنتش انا يعني اتقنها كويس او كده، فكنت لما اجي ادخل بطولات او كده ما يعني ما كنتش بشارك فيها او ما كنتش بحقق يعني درجات كويسه. فيعني كان في اختلاف في المدربين، ف يعني كان في خلل في التمرين، فما كنتش بعرف اتمرن افضل حاجه. اوكي. فلما جيت اتنقلت عند استاذ محمد فوزي، فانا كنت يعني استاذ محمد فوزي ده يعني اتقني في التمرين، وبقيت حاجه كويسه يعني، وبقيت العب في البطولات وبقيت احقق وبجيب بالجمهوريه وبجيب اول كاس ما شاء الله. انت ابتديت اصلا الرياضه دي وعندك كام سنه؟ انا 4 سنين. حلو، يعني ده السن الصح تقريبا. 4 سنوات بيفضل ده السن البدايه الجيده للاولاد يعني. وفي حد اقصى اللي هيبتدي يمارس الرياضه دي؟ احنا عندنا في الكاراتيه التقليدي بالذات ممنوع، يعني ما فيش حاجه اسمها حد اقصى. ممكن واحد 30 يبدا؟ لا، ممكن حد 70. الله، انا بتكلم جد. في امل. بس عندنا نماذج حقيقيه على الارض بدات من سن 70 سنه. اقصد السن دي يقدروا يبتدوا فيه الممارسه. البدايه 4 سنوات كبدايه، لكن في الممارسه بتوصل ل 70 سنه. 70 سنه لا، ممكن حد يبدا بسن كبير، ده كريم كان قصده. أيوة. يبدا يعني من 70 سنه، الستارت من 70. في امل عندك؟ ده حقيقه يعني انا عندي فرصه. أيوة. بس حضرتك من 70 حضرتك نقول مثلا 30 او حاجه. لا 30 يعني ما فيش فعلا حد. لا ما فيش حد. حلوه دي. الهدف من ممارسه الكاراتيه التقليدي هو تنميه الجوانب الانسانيه بالكامل، مش بس ممارسه رياضه. هي رياضه فلسفيه، فيها فلسفه كبيره شويه، لانها تخضع لرياضات البودو. رياضات البودو في اليابان هي رياضات معروفة زي الجودو والايكيدو، فدي ليها أسس علمية وليها أسس في الممارسة. حلو جدا دكتور محمد، لما معاذ كان بيتكلم هو اداك كريدت شوية، او يعني لمح ان حضرتك كنت سبب من اسباب ان هو تألق او تفوق او تطور في اللعب، فسؤالي هيكون ده تحديدا، هو ايه الاسباب اللي ممكن فعلا المدربين او المختصين يشتغلوا عليها عند الاطفال او الناشئين علشان تصنع بطل بعد كده في الرياضه دي؟ تمام. هو في مبدا في التربيه الرياضيه اسمه مبدا الانتقاء. الانتقاء هو انت ازاي تقدر تعمل تقييم للاعب وتعرف امكانياته حتى لو هو مش موهوب او هو موهوب او لا. من السن كمان الصغير بيبان حضرتك من اول ما اللاعب يبدا يخش شويه في اللعب ويشارك بيبدا يبان بقى، فهنا دي عين المدرب. هو الكابتن معاذ كان بطل وكل حاجه، بس جالي هو كبير شويه، كان عنده 8 سنوات. بدا ان انا اغير له برنامج التدريب واسلوب التدريب، هو واخته كمان، اخته بطلة عالم في نفس البطوله. لا معقوله؟ اخته تاني عالم في نفس البطوله. ما شاء الله. والسنه اللي فاتت كان جايبه تالت عالم برضه، فهو اول سنه يشارك مع المنتخب المصري، وحتى انا لما حبينا ان حد يشارك من المنتخب جبنا اصغر لاعب في المنتخب.